من كوفنتري هنا في المملكة المتحدة مع رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد عبد الرحمن مرحبا بك معنا. الولايات المتحدة تقول أن صاروخ واحد فقط سقط على حقل الغاز كونيكو على معسكرها هناك قاعدتها. معلومات أمريكية أخرى تقول أكثر من صاروخ سقط على المنطقة. بالتالي لا أدري إن كان لديك أي معلومات إضافية لتوضيح هذا المشهد. نعم، مساء الخير. طبعا دعنا نقول بأن صاروخ واحد، نعم انفجار واحد، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقل لنا بأن الصاروخ سقط من المسيرة التي كانت تحوم فوق القاعدة العسكرية في حقل كونيكو الغاز في مناطق شرق الفرات في محافظة دير الزور، ولم تتحدث الولايات المتحدة عن إسقاط المسيرة التي سقطت ليس بعيدا عن حقل كونيكو للغاز. لم يخرج أي صاروخ على الإطلاق من مناطق السيطرة الإيرانية. إذا ما كان هناك صاروخ لم يسقط من طائرة مسيرة، فالصاروخ جاء من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية أو سيطرة القوات الأمريكية في مناطق شرق الفرات في محافظة دير الزور. قد يكون هناك الميليشيات أو ما تعرف بالمقاومة السورية لتحرير سوريا من الاحتلال الأمريكي التي دربت على يد حزب الله اللبناني في تلك المنطقة هي التي أطلقت الصاروخ. وقد يكون حقيقة الأمر ما يعرف بخلايا داعش المتواجدين والمتوارين في تلك المنطقة هم الذين أطلقوا الصاروخ. لو كان داعش أطلق الصاروخ لكان تبنى قبل الإطلاق أيضا وقال بأنه هو الذي أطلق الصاروخ على القاعدة الأمريكية. إلى الآن المعلومات تشير بأنها ميليشيات من الجنسية السورية موالية لحزب الله اللبناني أو أقله دربت من قبل حزب الله اللبناني وعادت إلى مناطق شرق الفرات. ووكالة سبوتنيك الروسية تقول سلسلة انفجارات وقعت في هذه القاعدة. إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ مبالغ فيه جدا لم تكن هناك سلسلة انفجارات، كان هناك اطلاق نار من داخل القاعدة باتجاه المسيرة التي اراد اسقاطها. وايضا قالت وكالة سبوتنيك بان هناك سيارات اسعاف، لم تكن هناك لا سيارات اسعاف ولا لم يكن هناك لا اصابات ولا خسائر بشرية. اشكرك على المداخلة من كوفنتري هنا في انجلترا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان، شكرا لك.